الحته دي عشان انا قلتها في وسط الشرح. الكوكسنج بيحافظ لك على الدبس الويت والميوكو بوكر والميوكوليبيان فريكشن صح؟ انت بتحافظ عليها ليه؟ عشان تضمن ان الدنشر بورتر موجود انت من كونتاكت مع السراوند تيشن. يبقى ضمنت لو انا سجلت البورتر فور اراوند ضمنت ان انا عندي التايب سي روم يعني اوضه محكمه ما دخلش نقطه هواء عشان يشتغل الاتموسفيريك بريشر. اي حته من دور فيها ديفيشنسي اي حته من دور فاير مش هقعد بورتر فيها هتدخل هواء كتر والقطر هيقع. فالبوكسنج من الحاجات البيزك المهمه جدا يعني اهم حاجه تحافظ على البورتر مين؟ البوكسنج. وده بالتبعيه بينعكس على الايفكت اوف التنشن اوف ذا دنجن. اوكي؟ هرجع للصور دي كلها علشان اوريكم اهميه البوكسنج. البوكسنج مش بس بيحافظ لك على الدبس بيحافظ لك على ايه؟ على الويتس. فالدبس الويتس زي ما انت بتفكر كله. طب ايه الفكره ان حافظ لي على الويتس؟ طب يلا عشان احيانا تضطر تقلل في الويتس من جوه. هل تفهم حاجه؟ لو عين عنده الكيبروسي انا بكرر الكيبروسي داخله كده ودي داخله كده طبعا هيعدي ازاي؟ هضطر اشيل منين؟ قال لك لو انت حافظت على تخانه البوردرز يبقى مهما شلت الكيبنج سيرفيس لا زال الحرف بتاع التنشن عن الكونتاكت مع السراوند تيشن هيفضل عندي ونفرض سيجن. لكن لو انت بتسجل البوردرز عندك رفيع تيجي تشيل من جوه تبقى ايش حتى زي القشره تكون مكسوره في البوردرز ايه؟ تسرد راحه تسيب راحه تنشن عند الفوق من الاول. فانت بيقول لك ان انت لو انت حافظ على تخانه تخانه كانت واخد العرض كله الاربعه دي لو شفت الاثنين دول يعني لما بتدي ايه عشان الفهم يعدي لن يؤثروا على ليه؟ لان الحرف لا زال عامل كونتاكت مع عشان كده قلنا ايه؟ بوكسينج مهم. خلاص؟ طيب ادي بوكسينج ادي الامبريشن سجلته مسجلها لك العرض بتاع البوردرز بتخانه بتبس وبتبس. اما انت عملت بوكسينج حافظت عليه زي ما هو ايه؟ بالظبط. اوكي؟ طب نقول ايه؟ الريتنشن انا خلصت المره اللي فاتت الريتنشن وانا طبعا السكسس لازم يبقى وستيبل وانا الريتنشن مينلي كورليتد او في الكلام على الريتنشن ليه تيشو اواي بيرك سبورتنج كورسز او تاني تيشو اواي بيرك سبورتنج كورسز انما الاستابيلتي تيشو وور هورزونتال او تيشو فرق كبير. انا عايز الطقم مضيف عليه يبقى ستيبل ما يتكش ولا يتحرك مكانه يستابيلتي. عايز الطقم ما اجي اشده وما يطلعش دي خلاص عشان الطقم ما يطلعش تيشو اواي الريتنشن. لكن لما يجي يعني ايه؟ يعني هياكل جوه الاثنين يجي ياكل عليه يجي يدوس عليه يجي يلود على الريتنشن يعني تشو ايه؟ اور عاده تشو اور ما بتبقاش بيرفكت البيرفكت ما بتحصلش دي لبس فقط المشكله في مين؟ الروتيشن. طب وليه عندي فورس الاستابيلتي بتتقلب روتيشن؟ حد يعرف؟ قال لك لان الفورس مش نفس على بعض الفورس تهندسها او فيزيكال شويه. قال لك الفورس اي فورس لو نزل على بلاك سيرفيس قال لك ايه؟ فور افري اكشن ذير از رياكشن ايكوال تو اند اوف ايه؟ بنش. وبالتالي الفيرتيكال فورس ملهاش تاثير على الطاقة. ايه اللي بخاف منه؟ حاجتين لا الفيرتيكال فورس لو هي ملهاش رياكشن الفيرتيكال فورس لو هي ملهاش رياكشن او الفيرتيكال فورس اللي تنزل على الانكلايند بلين على سطح مائي فلما تنزل على الانكلايند بلين تحدد الاثنين فيرتيكال واحده فيرتيكال واحده هورزونتال. طب ازاي الكلام ده اطلع على قال لك على الانكلايند بلين دي معروفه انت عندك كاست انت مش شغال على فلات تيس انت عندك سمنت ايه؟ كاست كاست اللور ما بيحكم في كاست هابر بيتس غلطين في النص ما بين السنتر الفرصه والكاست تيب يعني خبط على مين؟ على الكمان الاثنين يعني الفرصه كانت ايه؟ الفيرتيكال وان والهورزونتال والفيرتيكال مش هتاثر لانها جايه في الاوبزيت دايركشن بتاثر مين؟
الهورزونتال ايه؟ الهورزونتال كومبوننت، يبقى الفورس اللي جايه على الطاوله ايه؟ الهورزونتال تاثر على السلم. طب ايه اللي الفيرتيكال فورس تاثر على السلم لو ما لهاش رياكشن؟ لو ما لهاش رياكشن هديكم مثلا، انا لما بدوس على الضغط الفورس جت على السلم اتنقلت من الدنجر فيس اتنقلت لمين؟ للبور صح؟ بقى عندي مين؟ رياكشن هتاثر على الطاوله. طب انا خلاني قمت طالع السنان بره الريش بسرعه يا ابني تتمشى خش نزلت في السنان عدت في الدنشر فيس ما لقاكش بوم طب السنان فين؟ بره الريش ما لقاكش بوم اتحولت الفيرتيكال فورس لايه؟ الروتيشنال فورس لان الطقم بيدوس مفيش رياكشن مفيش حاجة تصد الفورس اللي نازلة، فالفورس نازلة. أدي الطاقة نازلة، نازلة على الطاقة على السنان، حط صباعك فوق، حط صباعك فوق. لقت البول يبقى كل الرياكشن سيرز إيه؟ الطاقة ما قالتش. طيب تعالوا بقى، ده ريتش. هو عارفين؟ ده ريتش. السنان فين؟ بره ريتش. بتدوس سنة على سنة على الطاقة. إيه اللي حصل؟ الريتش اشتغل كفلتر. بازال مريحة. ناس هنا ونازله كومبتيشن مفيش بوم الطقم يحصل له ايه؟ يطلع من الناحيه الثانيه ما انت بتدوس عليه لازم يعمل ايه؟ يحصل روتيشن يطلعه من الناحيه الثانيه اتفك السيل دخل الهواء الطقم وقع فهمتوا ازاي؟ هي دي تاثير مستمر يبقى انا برضه كومبوننت ممكن برضه تؤدي الى ايه؟ دي مطاعم شفتوها؟ انا شرحتها بالبلدي الاول نخش الطاسه وبعد كده ايه؟ هنور النور واشرحها تاني عشان بس ايه؟ نسيت ان انتم شايفينه. عفوا عليا. تاني. صباع الدكتور ده كريستال زايد. ايه؟ العادي لو العيان انت حاطط السنان فوق الريتش يبقى الفورس لما تنزل من السنان تنشر بيز للبول يبقى الفيرتيكال فورس ايه رياكشن سيرز ايه؟ الرياكشن يبقى الفورس مش هتقلب الطقم، الطقم يبقى ستيبل مع الدوس عليه. لو انا دوست وبصيت السنان بره الريتش تعملها كده. الفورس هيتنزل على السنان، فورس تنشر بيس، في بون هنا لا في تنشر عماله تزق 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 تزق. ايه اللي حصل؟ اتقلب الفيرتيكال فورس روتيشنال فورس عشان كده بقول لك بتتقلب روتيشنال. قدر الطقم لا، اللفه دي بتعمل ايه؟ بتوقف الطقم ده سن، السنه دي تفك مين؟ الريفرنس سي، تخش الهواء الطقم كله يقف. خلاص؟ وقع الطقم العين يعمل ايه؟ لا اراده، اي عيان الطقم اقرا بقه يحاول يرفع لسانه يزقه مكانه. اما يرفع لسانه يعمل ايه؟ يرد الطقم تحتاني من مكانه. الطقم ده اتحركه يبطل رد الاكل. فبدل ما يعيدك يعمل حاجه خلاص؟ اوكي؟ لكن عايزين لما تعمل الطقم يدعي لك. عشان يدعي لك يبقى لازم يقوله البيزك تعرفه. في شعويه بتكلم عن التنشن في شهور بتكلم على ستابيليتي في بريكوشنز اللي تخلي الفورس تفضل فيرتيكال او ما تتحللش لاترال كومبوننت او لما تتحلل تبقى غير مؤثره هو ده اللي هناخده في بتاعته خلاص؟ اتراكشن بين دي سيميلر تيوبس وهيجن اتراكشن بين سيميلر تيوبس
كده اتكلمنا على ثلاث حاجات بيشتغلوا على التنشن بيرلر، اللي هو السيلف اكستنشن بتاع الفيمو سلايفا اللي هو هنا اهو، واتكلمنا على الكوبيلاري اتراكشن اللي هو هنا الوسطى، واتكلمنا على ايه؟ الاتموسفيريك بريشر اللي هو ناتج على الفلتر سي، واتكلمنا على الكوستي، قلنا حاجه الامور وسطها لا الفيسكا سلايفا حلو ولا الفلود سلايفا حلو، فلو تكون ايه؟ اوفر. خلاص؟ ده كده اتكلمنا على طيب نهاية كلامنا في الريتنشن ايه؟ بيقول لك الماتيريال تنشن ار مينلي ريتيند باي فيزيكال فورس. واي الماتيريال تنشن؟ اون ذا اذر هاند ار كولي ريتيند باي فيزيكال فورس. ليه؟ بيكوز لما واحد سمول اريا اوف كونتر. ليه؟ عشان انت بتجمع على ريتش بتاع افضل البلد. ريتش ده البلد ولا ريتش بس؟ ريتش ده البلد. هتكتب الكيشن يبقى كتير، هتكتب الكيشن يبقى كتير، فدايما الافكت بتاع ديسك الكور بتبقى اقوى اكتر، علشان الصوره الاليه اكتر ده اول سبب. عند بيكو كسرت استنشن اوف ذا سلايد يعني ابن مصر كسرت استنشن اوف ذا سلايد بالكيل اندر ذا تنشن از بين كونستنت اوف ذا سلايد ذا فلور ذا ماوس، وبالتالي زي الموت الكلمه اللي جايه تكفى. افهم النهارده بص 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 عندي بص 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 طيب صح ولا انت ولا سنتج بس شكل يقول نعم عندي كوبي طب بدي كيما كيف بوك يقول لي على الصور تعملي سيدنج الصغير اللي يعني فرق قوي لغايه ما وصل عند البوردر بتاع الطقم طب مش سلايد ايه؟ يبقى عند البوردر هنا شغال سنت اكستنشن شغالين افرلوب صح؟ طب تعالى للدور اللي يشتغل بس كافيريا اتراكشن سنت اكستنشن ده ليه؟ كافيريا اتراكشن عباره عن يربط بالشفت يربط بالشفت ده موجود في السلايد لان انا اللور تكشر ده عايز يسيب بالسلايد لودنج السلايفا بتاع اللود، لكن السيرفس تنشن عشان يشتغل لازم يبقى السيرفس بتاع ليكويد يقابل الهواء، يعني ايه؟ هو ما بيعملش ايه؟ ليه؟ تعالى بتاع اللود تنشن، السلايفا بتبدا تنفرد 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 لغايه تحتها تقابل مين؟ السلايفا اللي موجوده اوريدي، فروغ ذا ماوث، يبقى ما فيش سيرفس تنشن بيشتغل كله، لكن مين يشتغل؟ كافيلي ادراكشن يشتغل. وصلت؟ عشان بس البريف اون سيل اوكي ما بيشتغلش كتير في اللوب ليه؟ اولا قال لك ان انت مش دايما تعرف تعمل بوست دايما من جوه تنشر عشان يبقى ما تنزلش ورا هوا من ورا معانا غير الورا اللي فاتت بتضطر تعمل ليه كتير معانا ليه ورا باوتش فعادة الجوه تنشر بيعتمد على الباركات الموجوده في الباوتش الطاقة اللي بتبقى فيهم بيبقى ايه؟ مدين يعني الطاقة بيبقى ويل اكستند وده الباركاتس هم اللي بيساعدوا اللور تنشن يبقى ايه؟ مدين عشان كده بيسموا الايجر باوتش تي وبرتنشن اوف اللور والبوست دان تي وبرتنشن اوف اللور البوست دان زي الفيوتر سي طبعا يعني البوست دان بس الفيوتر سي بايظ ما ينفعش فهمت ازاي؟ فيبقى انت فاهم الابر تنشن بيبقى تند باي فيزيكال مين اللور دنشر الفيزيكال مينز ضايع عشان الصلايبه كتيره اللي جوه وبطل كتير هي صغيره الفكر بتاع الكيشن والكويشن قليل لكن معتمد مين يعني طبعا موجودين بس معتمد مين على مين؟ على الدرجات اللي ما بتبقاش عشان معايا كتير ضمان وكان ده نص ثلاثه
تبين لي بريشر ذا كواليتي اوف بين فور ستيدي اند كونستنت بوزيشن اوف كور ابلايد ده لسه جه ده وانا انا الافكت بتاع البوزيشن ايه الفاكت اوف افكت النيتشر سيت قال لك ذا سايز اند فور اوف ذا بيز سي ده عامل مهم الكواليتي اوف فاينل امبريشن عامل مهم الفور اوف ذا بور سيرفيس عامل مهم بروبر لوكيشن ذا ريز ايست عامل مهم كلهم بيلعبوا دور بريدكشن لكن انا عايز فاكتورز واضحه ادرسها فمتريكس الاستابيليتي بنقسمها لفاكتور قال لك اول فاكتور الطاقه يبقى لدينا بمعنى انت هتقول لي انا عايز اشوف الطاقه لما ينزل عليه فورس ستيبل ولا لا طب لو وصل الطاقه دي اه between the upper and lower teeth and the right and left sides
السنتريك اوكلوجن. خلاص السنتريك دي مكان الكورنيا فين لما عامل ايه؟ السنتريك دي حاجه بتاعت المدين الحضور يعني. السنتريك هو ورا الكوكيه على العيان الوضع المفروض ابص عليه الكوكيشن تاني الوضع المفروض اسجله وانا بقول ليش مش عارف مش حاسس متوصله انا بتعتمد تاني عشان يغطي يبقى بالانس
الورد الانسان لو بياكل عليه يبقى فعلا الانسان الناحيه الثانيه لامس، ياكل على الشمال الشمال هو الورد اليمين يبقى ايه؟ لامس. لما بقى الطعم مسموم طول الوقت يبقى العيان لما بيتحرك ابتيشن هو كلمه ابتيشن معناها توجد نور، يعني ايه؟ بيتحرك ابتيشن في الشمال تاني طعم كده توجد مستند يعني هو قاعد كده طعم كده. لما ابتيشن حرك من هنا ياكل هنا او ياكل هنا او يعرف كده حاجه هي تحرك الاوضاع دي برضه الضغط يعني لازم ابتدي اول بالانس ارتكيشن خلاص وبالتبعيه يبقى عندي بالانس سوري ابتدي اول فوجن من عند نفس الثانيه الكبرى اليمين والشمال بيلمسوا مع بعض اي دونت هاف اني جاست انترفيرنس بعد كده اتكلم على ايه خلاص يبقى اي كسر انترفيرنس ريسك بين كيرف لان الكسر اللي هيلمس هنا شايفين السنان لمسه مع بعض فلو واحد اللي لمس طبعا هينزل الناحيه الثانيه هيخش الهواء يقعد ابر تنشن يرفع اجزانه فوق عشان يسنده يتحرك اللور تنشن راح كل الكلام على السبيل. تالت فاكتور هايبو جاكوزا بين كيف كده هايبو جاكوزا بين قال لك ذا هاير جاكوزا بين ريشن ذا ريدو ريتش ذا جريتر ويل بي ذا ليفر اكشن هذا لسر وبيك هذا هو الكتاب هذا هو وبيك ذا ستريتي اوف ذا ليج ذيرفور ذا جوزر بريك شو بي اتير اتفضل تو ذا ليج تو انهانس تنشن ستريت بص يا جماعه قال لك لما بتتكلم على طول بنتكلم على فورس بنتكلم على مومنت مش على فورس مومنت هو العزم اللي هي الفورس مطلوبه في الفورس ارض ده المره اللي فاتت خلاص فقال لك ان انت الفورس نازل على السنان وانت صحيح حطيت السنان فوق ريتش ولكن الايفكت بتاع الفورس ده ممكن يتخفض النص وممكن يضعف ازاي؟ قال لك الفورس نازله منين؟ من فوق نازله على السن هتفضل ماشي لغايه هتقابل مين؟ ريش صح؟ يبقى الفرصه اللي نازله هتضرب فين؟ في الفرصه ار اللي هو من اول الكوزه بلين لغايه الريش. طب هنا ادي نفس الكوزه بلين نفس الليفل بتاع ده بس شايفين المسافه قد ايه من الريش؟ شايفين الريش فين؟ السنان فين؟ يبقى انا مرص السنان بعيد عن الريش قوي ضربت الفورس في الفرصه ار بمعنى المسافه دي سم مثلا يبقى 60 رقم في واحد بعد كام الفورس 60 رقم طب انا بصيت السنان هنا انا ليه مش فاهم من سم ال 60 رقم بس دي ضربه في الطيبه او كام 120 طب لو رصيت السنان على نص سم ال 60 بقى كام ما هو 60 رقم انت مش هتغيرها في القطعه هتغير الاسكات بوست عيان يبقى مش هعرف اغيرها طب اعمل ايه؟ قال لك حط لنفسك بولد رول اكتب له بولد رول ذا كروزر بلاي ذا كروزر بلاي شو في ثلاث حاجات ذا كروزر بلاي شو في نوت هاير ذان ذا مانتل مور باك نوت هاير ذان ذا مانتل مور كونفيكت تمام نيرر جويتر خلاص ده جولد رول جولد رول من خمسة اسم جولد رول خمسة اسم ذا كروز بلين شود بي نوت هاير ذان ذا ريد مور ان باك كتبت الكلام ده لما تعمل الوك سريم يقول لك اوعى تعديه الوك سريم بيبقى قافله على الثنتين ريد مور ان باك لانه ما ينفعش يبقى اعلى من ريد مور ان باك طب ليه يا جماعه؟ عشان ده لو عديت عن ريد مور ان باك الليفل بتاع الجزء الثاني عالي قوي الضغط الفورس نوت هاير ذان ده ريتم مرتين نوت هاير ذان ده ماكسيم كونفكس ليه؟ انا الفرق ده كونفكس لو عرفت ان الجزء الثاني هو ماكسيم كونفكس دي يبقى السلايد ممكن تتطور والاستفزاز ده ممكن صح ولا غلط؟ افهم معايا طب عامل كده؟ انا مش هعرف فاكر المكان طب عامل كده؟ كونفكس من بره صح؟
الكلوزر فين بتاعي قدامي حل الاثنين، يبقى هنا تحت مبنى كونفكستي يبقى فوق صح؟ ده الكونفكسور بتاعتنا عادي الكلوزر فين؟ لو اعلى من مبنى كونفكستي يبقى اول ما عالي اول حرف ده طب صح؟ اول محاوله يتكلم هينطق طب مكانه. طب لو هنا تحت مبنى كونفكستي قال لك ذا رانج ويل تيك تو سي راذر ذان هيقعد الطب يكتم على قفاته يعني مكان ما ينفعش الكوزه دي يبقى اعلى من طب الثالثه بقى دي ريك ريتش هو مين الريك ريتش دايما؟ دايما اللي هو الفكر ابر فاونديشن وعندي بلد نيرر اقرب الى الريك ريتش اقرب للريتش اقرب تاني الكوزه بلين شود بي not higher than the other one pair, not higher than the maximum convexity of the dam, neither to the weaker ridge. خلاص؟ كتبنا طبيعة الويك ريتش. قال لك الطبيعي الويك ريتش اللي هو مفيش فلك والريتش مساحته صغيرة ومع الزوكس بيرفع فبيبقى أرض. الكلاس 1 اللور الضعيف بتاعت الكوزة فين أقرب اللور على بعض. الكلاس 2 اللور قطع أطوال فبيه لا يكون اللور على قد ما بيرفع. طب كلاس 3 طب ينفع عرض الأفر؟ قال لك لا هتقول لك كلاس سليم طب ريتش ويك عرض الأفر كسرت الاثنين رولز التانيين فقال لك بتنصف المسافة النقطة بين الأفر واللور عشان ما تكسرش الاثنين رولز التانيين تاني هو تاني قال ايه بقى كلاس سليم؟ كلاس سليم معناه ايه؟ خلاص عشان تدخل الخطوط الثالثة يبقى مين الويك ده؟ الأفر ينفع عرض الأفر أكتر اللور على الغلط لو قربت الأفر أكتر اللور هتبقى أعلى من نفس الفرنك وأعلى من الأمور الثانية. قال لك طالع إيه؟ قال لك شوف المسافة بين الاثنين ريتش حطه في النص دي هي دوبك على ذات الأمور الثانية. يبقى ساعتها كده ما كسرتش الاثنين دول يبقى أنا لازم أقول لك إيه؟ أقرب اللور على الأفر بلس 1 بلس 2 بلس 3 يبقى النص مسطح بين الأفر والأمور عشان ما أكسرش الاثنين دول وما يبقاش على الفرنك ولا على ذات الأمور الثانية. ليه بقى كمان على كل زبرين انا كان لو عليك كل الهاير سكوزر زبرين زبرين زبوس ترانسميت الزبرين زبرين وبي ليفر ليفر من الطعم ايه؟ يلف خلاص؟ انا عرضت رؤوس كبيره هيضطر يلف طب هيلف ازاي؟ يعني لما هو ريتش هيشتغل كفلتر يبقى عالي قوي كده يخلي الطعم ايه؟ يلف انا ما ينفعش اعلى عن الريتش العكس خلي الريتش ايه؟ هنا الريتش ايه؟ يبقى ده الفرصه الفرصه دي تو وعندنا بي خلاص؟ ده رابع فاكتور بقى بوزيشن اوف بوزيشن بيس مكان بوزيشن بيس انا قلت ده بوزيشن بيس وبي سيت اب اوفر ذا كريست ذا ريتش ذا بيس ار سيت اب تو فار اوتسايد ذا ريتش ثابت وبين بير رحت اول المحاضره اللي هي مكتوب فوقها من ايه؟ بير يعني ما ينفعش ارص السنان بره ريتش خلاص؟ طيب ما ينفعش ارصها بره عشان طالب ايه؟ طب ينفع ارصها جوه؟ مش عامل استخدام ها؟ هترص السنان على الكريست ده ليه؟ ما ينفعش ارصها بره عشان ايه؟ طب رصيتها جوه طالب مين؟ انا بعمل ايه؟ رصيتها كده تنكروتش على الطب سبيس دخلت على الطب سبيس فعندي وات بيقول رام الطب يعني رام الطب يعني سامي كده كتبت على الفاش دخلت السنان اللي جوه فالمساحه اللي اتفرج فيها بتاع الطب صغر يبقى اي حركه في الطب بتعمل ايه؟ هتبقى طب بره يبقى لا ينفع ارص انا في الطب ولا ينفع اطلع بره مره تقوم فوق هتعمل تدي بوزيشن كونتر جوه هتعمل رام الطب يبقى اي حركه من الطب هتستريس مش لازم تبص بين على الكريس الابر مسموح لي ارسمهم بره شويه بسيط هتعرف ازاي تستني اه لكن هو هو ايه؟ الكريس يعني الكريس خلاص؟ اوكي؟ يبقى انا هحفظها دلوقتي وصلتها بين السنه بسيت اب بين على الكريس تو ذا ريتش ولا اوت سايد ينفع ولا انسايد ينفع خدنا الكلام ده في الريت بروبرلي في الهارد ايريا طبعا قلت لك انا لو نسيت تعمل فيك ميديا فورتان رافع هتشتغل فيها فورتان رافع زي المريحه وانت عارف على فكره اصلا هي ايه؟ هي انفورميشن فيك
ريجن باراكول ده ميديا قالك تيكو ريج وورس هاي بيرت وورس ريزيست لاترال فورسز اكوردنجلي ان هارت ريتش ستابيليتي. فانت فاهم حاجه؟ الريجن بيبقى عالي وورد ما بيبقاش معناه ان عندي ايه؟ ان احنا حته البلد حته اكيد سد على الريتش من بره حته اكيد سد على الريتش يبقى بالنسبه لي الضغط ده يتحرك لاترالي مش سهل صح ولا لا؟ عشان مسدود في ريتش. فلكن لو عندك فلات ريتش سبيلت الضغط ده يتفرج ده من ايه؟ سهل. وصل؟ يبقى لما عندي زيرو ريتش يو هاي فيرتيكال وونس يعني ريتش وورد فيلت جروب نيب هيساعد في ايه؟ في الريسبت. لما الفلات ريتش يبقى الريسبت تبقى ايه؟ قليل. طب البالانس قبل البالانس متقاطع الفلات ريتشز اوفر مينيمال ديستنس تو لاترال فورسز اند سو انكريز ذا تشانس اوف تنشر ريسبت. طب البلد قبل البلد قالك الريتش بتاعنا بيحصل بيمر بمراحل في النزول الاول بيبقى سكوير شيب على شواطئ شكل المورس كان فيها نقطه عريضه بعد شويه يبتدي شويه ديزومشن فيتطور الى كده دي كلاسيفيكيشن بتاع اسمها موزس كلاسيفيكيشن بتاع الريتش شيب مش عليكم بس عشان كده الريتش اول ما عين بيطلع بيبقى كده ليه؟ عشان كان عنده سايد بولز بيقابل بولز. بعدين يبتدي يحصل دوبشن الكلاس من هنا ومن هنا يبقى مدور. ده الريتش ده جميل. ما عملش فقر وفضل ابتدى يحصل دوبشن ابتدى يتحول لمين؟ لنايف ايدج ريتش. اللي هو التاكل بعدها حرف 60. سته تاني ابتدى يبقى ايه؟ فلات ريتش. طب سته تاني بقى ايه؟ بنسموه ده نيجاتيف ريتش. يعني ايه نيجاتيف ريتش؟ يعني ريتش اوضى من فلور صناعه. الريتش هنا كل ده اعلى من فروز النظر اعلى كتير اقل 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 هنا اوطى من فروز النظر حد شاف الحاله دي؟ هيدوها فاكيشن هيدوها فاكيشن في زمان شي از ويلينج كومبليت تنشن فروم 25 ييرز اند هير هازمان ذا نوت ذات يو هير هازمان هاز نوت نو بيقلل الاستابيليتي لكن لو عندي هاي فرد هون والضغط داخل معايا
يجي يمشي من هنا يخبط يجي يتحرك من هنا ايه يخبط يبقى الهاي كاركتر بورد يزود للسبيل الفلاج بورد يقلل كيف ذا بروسس انطاق شرحتها قبل كده ان اللي لازم تعمل سيرفس فور سيرفس شو بي كونجيت سو ذات ذا هاسل يو تارجت شي اديكس وان اي تو كونجيت فور سيرفس وان بين تو سي راوتر ذان اون سي ذا نيتشر ذا ريفرس اب ان لو انت بتضغط على الفور سيرفس دي كونجيت خلاص ده تابع كام كود في فين بالاستريم شي اوف ذا بروسس سيرفس خلاص هراجع ده نقول اول فاكتور مين ها ريتنشن ثاني فاكتور بالانس كونكلوجن هاي تكون خالص ها اول فاكتور ريتنشن ثاني فاكتور بلاك كونكلوجن ثالث فاكتور هاي اوف ليه رابع فاكتور بوزيشن اوف بوتيتو بيس ولا ينفع لبره ولا ينفع ايه لجوه خامس فاكتور ليه اوف هارد ارياس سادس فاكتور ريتش اند فار فور سابع فاكتور شيب اوف ذا بول سيرفيس ثامن فاكتور طنجة ثانية ان ريجنرال فورم من 6 7 شيب نقول سيرفس طن 8 شيب اند سايز طن شيب ده طن اكثر من لقب العينين زي بعض برود اكيد طن ان هاكس جنسيتي اون ذا اذر هاند سمول مان طن او اكستريم جراش طن ديوز دنشر سيلر ديوز دنشر سيلر دي بصوا يا معطان يختلف من عيال لعيال ده هو كده تاني فاكتور بيقولوا عطان الهاي ادابت المصر لما لو حد مطلوبين المصر في الطن المصر فيه اكسبرنس المصر في الحرم الطن لكن الاكسبرنس المصر بتاعته ماشي في سبيل ريكشن يعني ماشي في الشمس الطويلي ماشي في المنطق ماشي في فالطن بي يو باي سبيس افيلبل فور بمعنى العيال لما يطلع لور 6 ويقعد سنه خلفه يجي لك الطنج بتاعه في حته دخلت مكان السيت خلاص طب ايه اللي دخله هنا؟ هو كده بيأدبت نفسه على سبيس الفور تعمل له بريتش هي يقعد من جاي في حاجه بنته متقالي هنا كل بس تضم عليه الفور اسبوع يبتدي ياخد من ده شكله الطبيعي الكمبيوتر ده شبيه بتاع سنان وصار طن فرش خد كل كوره كده تيجي تدخل الضغط ازاي وبعد كده اول واحد هو مع بعض هتعود عليه هي الاسبوع الثاني طن هو الاسبوع الثاني ده الادابتيشن الطبيعي ولكن سايز بتاع الطن طبيعي بيختلف يعني الطن ده صغير حتى لو فرش دي مش حاجه بسيطه في عيال بيبقى عنده سيكت لبوط طن الالم بيفرش بتبقى حاجه كبيره جدا انا في عيال ما كنتش عارف اجرب فين اجرب الطن اجربه شوف مهاب مش لاقي مكان الطن كبير جدا نازل في البلد اجي احط رجلي مش لاقي مش عارف اجرب الصوت ليه اجربه في بص يعني ازاي السيكت لبوط طن ده عايز تقول لك هيستحمل ده شوف مهاب الإفكت بتاع الطن في أعلى طن مش موجود يبقى خير الأمور إيه؟ تاني حاجة يا عندنا الشيخ حمد معرفش لسه عادي ولا لا خير الأمور أو صدر الطن برضه خير الأمور أو صدر لا البيري بروتون حلو ولا الأسبوع طن مين؟
فريق جروب حلو خالص لما نشتغل يعني مثلا عشان تعرف الفريق عارفه مساحه ايه ليه اول ما تشوف له حاجه لاقي راس بيطلع مسافه فوق المعارض مش مكانه فانت عشان تمرن الفريق جبت الماوس فيه وحطيت الطلبه وحطيتها ملهاش حاجه طبيعي فوق طلبه والنوت هيد تستفيد بيه باي لا تكتب أو تمنح أو تمنح. هذا الموضوع أصلاً. حتى عندك أسئلة. See you next time. أنا حارب مرة أروح أتعب العدد. لا تكتب كتاب. اسم والآي دي والصورة.